السماء يسكنون الأنجما حبهم غصن النما بالمحبة يلون يحبهم ويحبون يذكرون يسبحون في الصلاة يخشعون كم بكت منهم عيون حين راحوا يرجون يحبهم ويحبون ليلهم نور أضاء بالدموع وبالرجاء شادهم يوم اللقاء ما رأوا يوما دونه يحبهم ويحبون الحمد لله واسع المغفرة عظيم العفو حسن التجاوز الملك الذي يتودد إلى عباده بفضله وإحسانه ويحلم عليهم بجوده وامتنانه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد باب مغفرة الله الواسع ومظهر كرم الله عز وجل الجامع صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث في هذا المجلس عن اسم الله الغفور. الله عز وجل سمى نفسه الغافر غافر الذنب وقابل التوب، سمى نفسه الغافر وسمى نفسه الغفار وسمى نفسه الغفور. أصل كلمة غافر مشتقة من الغفر عند العرب، والغفر عند العرب يحمل معنى الستر ويحمل معنى الوقاية، ومنها أخذت كلمة المغفر، القبعة الحديدية المعدنية التي يلبسها المحارب ليحفظ ويستر رأسه فيقيه من الأذى. ويحمل أيضا معنى الغفر، يحمل معنى المعالجة. واسم الله تعالى الغفور يدل على هذه المعاني كلها، فهو الغفور الذي يستر ذنب العبد بحلة العفو، وهو الغفور الذي يقي عبده المذنب بمغفرته من غضبه ومن عقابه ومن عذابه والعياذ بالله من ذلك، وهو الغفور أيضا الذي يداوي ويشفي جراح المعصية. قال بعض علماء اللغة الغفر في الأصل هو اسم لنبتة كانت العرب تستخدمها لمداواة الجراح، إذا اشتدت الجراحة أو إذا كبر الجرح يوضع عليه من أوراق نبتة الغفر فيبرأ من ساعته، وهذا أيضا له صلة هنا بالمعنى. أما الغفر بمعنى الستر والوقاية فأمر يتعلق بمصلحتنا في الوقاية من العذاب ومن النار ومن الغضب ومن العقوبة المعجلة في الدنيا أو المؤجلة إلى الآخرة والعياذ بالله من ذلك. لكن المعنى الأدق والأرق والأرقى هو في صلة اشتقاق هذا الاسم من هذه النبتة، لأن المعصية والمخالفة تجرح صلة العبد بربه، فإذا ارتكب أحدنا ذنبا أو معصية جرحت صلته بالله فيلتجئ إلى الغفور جل جلاله وتعالت عظمته لتعود عوائد مغفرته على هذا الجرح في الصلة فيطبب وتحيا أنوار الصلة بالله في القلب مجددا. أما تنوع تصريف هذا الاسم، تارة يقال الغافر وتارة الغفار وتارة الغفور، فترجع إلى أن الغافر هو الذي يغفر، هو الذي يسامح ويعفو، لكن الغفار هو الذي يتكرر منه ذلك، كلما تكررت المعصية والإساءة من العبد واستغفر غفر له، فإذا غفر له كان غافرا، فإذا غفر ثانية وثالثة ورابعة وخامسة صار غفارا صيغة مبالغة، فإذا ظهر للعبد أن الحق سبحانه وتعالى عادته مع العباد دوام المغفرة صار الأمر متصلا بالغفور، غافر غفار غفور دائم المغفرة سبحانه عز وجل. اسمه الغفار من الأسماء الجمالية التي
تحيي في القلب شهود محبته لنا، أن يسامح وأن يعفو وأن يتجاوز ويغفر. هذا يدل على عظمته لأنه رب. لكن سؤال الذي ينزل بالقلب، لماذا يديم المغفرة لعباده بين البشر في معاملاتهم؟ عندما يسامح الإنسان ثم يسامح ثم يسامح، ينظر إلى مسامحته بنظرتين. النظرة الأولى تتعلق بأن هذا الإنسان واعي، لأنه بالمسامحة يستطيع أن يعيش مع الناس فيأخذ ويعطي منهم، وإذا سامح اليوم سيسامحه الآخرون في الغد. لكن لغة المصلحة هنا بارزة، صوت المصلحة بارز في هذا الفهم. لكن عندما نرى المسامحة تتكرر مرة بعد مرة بعد مرة، يجر في القلب أن المسامحة شيء راق موجود في نفس هذا الإنسان الذي مهما أخطأنا في حقه سامح. هذا فيما بين البشر، ومفهوم المصلحة معقول أن يكون بين البشر، لأن بعضهم يحتاج إلى بعض مهما على هذا البعض أو استغنى، هو في النهاية محتاج. الملوك محتاجون إلى البشر، الأمراء محتاجون إلى البشر، التجار محتاجون إلى البشر. كم يحتاج من ملك ومن طبيب ومن من من أمير، من تاجر، كم يحتاج إلى من يعينهم، إلى من يكسوب، من إلى الخياط، إلى الذي يكنس. لولا المنظف الذي يكنس ويخدم لما استطاع أن يعيش في مكان نظيف. فالحاجة أمر موجود بين البشر، لكننا نتكلم عن الغني المغني الذي لا يحتاج إلى أحد في الوجود، والوجود كله مفتقر إلى عظمته جل جلاله. فبروز معنى العفو والمغفرة التي تتكرر مرة بعد أخرى تعظم في القلب ذوق المحبة لهذا الرب جل جلاله. نحن معاشر البشر، إذا شعر أحدنا أنه أخطأ في حق إنسان فسامحه، كم يحب هذا الإنسان بسبب المسامحة. ثم يجد أنه سامحه مرة وثانية وثالثة ورابعة، كم يتنامى في باطن الإنسان ذوق الحب لهذا الذي سامح مرة ومرتين وثلاثة. لكن تعالوا بنا نعيش ارتقاء قلوبنا في حبنا لربنا جل جلاله وتعالت عظمته، إذا تذكرنا أنه الغفار، أنه الغفور الذي لا يمر نفس من أنفاس أحدنا إلا وهو في هذا النفس مفتقر إلى مغفرة الله عز وجل. سبحان الله. طيب، مر علي نفس لم أعصي الله تعالى فيه، فما حاجتي إلى المغفرة؟ سبحان الله، على أي حالة مر هذا النفس؟ إن مر في صلاة فكم مر بك من نفس وأنت تصلي وقلبك غافل عن الله عز وجل؟ ألا يحتاج هذا إلى مغفرة من الله؟ أنك أسأت الأدب فوقفت بين يديه تناجيه وقلبك غافل عنه، أو قلبك مشغول بغيره، تحتاج إلى مغفرة. بل حتى في لحظات الحضور مع الله، إلى أي مدى يصل القلب في قدرته على التذوق لذواق معنى الصلة بالله؟ فكل ذوق نشعر به في قلوبنا، أو كل فهم يحصل لنا في أنفسنا، في عقولنا، في بواطننا، في أرواحنا، كل فهم يحصل لعظمة الله هو قاصر عن إدراك عظمة الله تعالى. فكأن هذا الفهم مع ما فيه من الرقي هو تقصير في حق الله نحتاج إلى مغفرة الله فيه. ولهذا كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله تعالى في اليوم 70 مرة. وجاء بعض الصحابة فيذكر: إنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد 70 مرة من قوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رسول الله المعصوم الذي لم يذنب ولم يسئ، وهو إمام الإحسان في هذا الوجود وسيد الركع السجود صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يشعر أنه بحاجة إلى أن يستغفر. فإذا عرفنا أن في كل نفس بحاجة إلى أن نتقدم إليه بالاستغفار، وارتقينا إلى النظر في أحوال استغفارنا نحن. كم مرة يقول منا استغفر الله؟ نقول استغفر الله، رب اغفر لي. في الصلاة بين السجدتين نقول رب اغفر لي. بعد الصلاة نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا في أقل الأحوال.